بعد كي دربت الاكابر من المنتخب، كيفاش مشيت المنتخب؟ من الامارات مشيت المنتخب من الامارات ولا من الكاديم تاع ترجي؟ لا 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 لا، هذيك من الكاديم مشيت المنتخب الاوسط. الاوسط اي، نحكي على المنتخب الاوسط هذا. لا لا لا، من المنتخب من الكاديم مشيت. وبعد التجربه نتاعي في مع المنتخب الاوسط ترشحت لكاس العالم في روسيا. اي، وقتها عيطت لي الشارقه مش ناخذ الشارقه. ما فيه فقط 86 87. كيف باه منتخب الاول كيف كيف عام 90 ما كانش ناجح حتى تجربه مع المنتخب. ما كانش، قلت بصراحه ما ترشحناش لا كان 92 لا كاس العالم 94. علاش؟ اما ما ترشحنا، ما عمرنا ما خسرنا حتى ماتش، كلهم على ما ريزلتا فينا ما ترشحناش. اي سبري ما ترشحناش، تقعد هذيك اللي تقعد. فما ما سينيفيك يا دي 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 بتي بروبليم، اون ايتي با بيان بيان رودي وقتها. في الوقت هذيك انا كومونسي ابيان، حتى التيران تاع ليكيب ناسيونال كنا نترناو، ما نثبت على روحي مع الكار، مره نترناو في تيران هذايا، مره في تيران هذايا، ناخذوا تيران نسلفوا تيران تاع النوادي مش ندربوا فيه. الكونديسيون ما كانوش باهي. وحتى وقت خذينا بدات الفيدراسيون عملت اول تيران اللي عملته تو في بحر الفيدراسيون غادي. كانوا حتى ساعات نترناو وفم فوسيات محلولين على الجناب كانوا. فما حاجات غلطت فيهم ندمت عليهم عملتهم؟ ديزون انا نقول لك بصراحه، معناتها هذاك هو الغلط الكبيره اللي واحد ياخذها وقت واحد ياخذ ليكيب ناسيونال صغير ياسر. اسمع فيا، قد عمرك وقتها؟ اوف 36 بتيتر صغير بالكل. اي معناتها ظهر لي انا ليكيب ناسيونال ما تاخذ بعد اكسبيريونس كبيره معناتها سافيتر لا فان لا بيان سور. معناتها جوري دو فير دي زيرور سي نورمال. ماتش المغرب غلط شويه في مثلا الخطه التكتيكيه؟ لا والله ما نظنش في الماتش. المشكله الكبيره قال لعب 5-0-5 السبارت ليزي، هذه اللي يتكلم هكايا اسمع فيه. هو الكوره معناتها بعاد ياسر على بعضهم اسمع فيه. فما في 5-0-5 بتترك معناتها معناتها كيما يقولوا لو بلوك ما كانش معناتها هنا بايتي كيما يلزم. وكانت المشكله شنو هي في المغرب وقت راهي اني نقول لك بصراحه المشاكل اللي تصير كان فما مشاكل عندها المشاكل كل مشكله عندها وراها معناتها سبب اسمع في شنو من المشاكل وقت معناتها كونتر المغرب معناتها جو بونس كو معناتها يا يو ان بروبليم ما تقول لك بصراحه جراب معناتها في الفوتبول نتاعنا اللي هو معناتها وقت نلعبوا في الرجوع نتاعنا في لو روتور في المغرب نلعبوه معناتها غاديك. اول حاجه ما كانت فما في رمضان، انا عمري ما نجم وعمري ما قلت الملاعبي افطر وما نجمش نقول له افطر ولتوا ما جو سوي تري كونتون اللي عمري ما قلت الملاعبي شنو صار؟ اسمع في لا لا قلت ما نقولهمش افطر. انا ما نقولهمش افطر فهمتك. اسمع في اعطيهم المسؤوليه تاعهم، يعرفوا المسؤوليه تاعهم، عندهم الحدود تاعهم. فما اللي ما يحبوش يفطروا من عمري ما نجبرهم. ما فماش مسؤولين فرضوا على اللاعبيه باش يفطروا وقتها؟ كادا دا سي لو بروبليم. انا عمري ما نفرض على واحد. لا فما ما فماش. انا حتى وقت الراني في هنايا ما تتجاوزنيش والله ما 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 نقول لك بصراحه من ما انا ما ندخلش في معناها فما سون دوت عملت مشاكل. لا فما حاجه في السيام ساعه فهمتني. قلت لك السيام عمرك، انا حتى وقت بيت ندرب هنا في تونس جيتي ان دي برومي اللي وليت اسمع فيا ندرب في رمضان في الليل. الناس تدرب انا ندرب في الليل. ما عمري تو انت متفاهمين ما قلتهمش. قلت الحكايه هذه عملت مشاكل بين الملاعبين والمسؤولين. ديما ديما الحكايه هذه ديما تعمل مشاكل. تعرف وقت تتكلم معناتها يا في الفتره هذيك اسمع فيا فما بوكو اللي معناتها لور انتيري معناتها يفوا لور انتيري في الصيام تاعهم قبل كل شيء. قبل الكرة. شكون شد صحيح في الصيام وقته؟ كلهم معناتها لا بليبار راني نقول لك كل كبش لا بليبار مخاطر واحد يتبع واحد هو ما في. شكون صارت مشكله؟ مشاكل ما صارتش مشكله. المشكله اللي صارت فين صارت المشكله؟ المشكله اللي صارت وقتها نلعبوا نحن في الريونيون داخلين تاع الماتش في الوتيل. عملت ريونيون تاع الاولاد وفينا جاء مسؤول ماذا بيه ما نسميش الاسامي ياسر اسمع في فهمني. جاء قال لي وكان عنده مكانه كبيره معناتها في الـ في الـ
في الكرة التونسية. لا لا مكان في الكرة عنده مكانة، عنده في مكانة سيدة قبل كل شيء كمسؤول كان في الوزارة الوزارة تاع جاء عمل كي يكلمهم. وقت انا جيت جزي معناتها نقول لك بصراحة شوف فيا ابلون، قلت لهم ما حتى ماش تاع حياة وموت ما فيا يفو عليه يفو عليه بون. بعد دخل الواحد الى في اون شد ساعة بعد الريونيون، معناتها ما تنزلش تدوم ياسرك الريونيون هي قبل الماتش ما فيا حاجة. شدهم شوية وكلمهم كم كوا سدير العلاقة نتاعنا مع ولد ما تقول سياسة العلاقة مع المغرب ما والماتش الماتش ما عنده حتى أهمية قدام علاقتنا نتاع ما بين المغرب. دخل هذا فيها اي اي معناها باش حافظ علاقتنا نسيبوا الماتش ولا شنو؟ براتيكمون معناتها معناها فما مسؤول تونسي طلب باش نسيبوا الماتش للمغرب. مش نسيب الماتش، الكلام اللي قالوا كي قامت وقتها الولاد خرجوا من الغادي كي يسبوا يعملوا هكايا هابلين ما فيه. نقول لك بصراحه علاش ما نسميوش شكون المسؤول؟ اللي مش لازم ما حقق التاريخ مش عارف ولا عباد سليم شيبوب. لا 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 مش سليم لا لا شيبوب. لا سليم عنده الم نجم عنده اللي ما عنده هكايا، اما معناتها عنده اكل هك التفكير الجرينت بتاع الربح ويعرف روف النجار. روف النجار سي لا كريم. اعطيني باش العباد ما تظلمش عباد ما عمل عندهاش حال عندهاش علاقه بالموضوع. قول لي شكون روف نجار شخص كان عندنا منه اثنين. اي قول لي شكون السيد تحكي عليه. كان قاعد هذيك في الكوره وهذاك معناتها المزيه اللي عملها على على الرياضه التونسيه اسمها فيا في الهاندبال وفي الباسكيت وفي البكيت. اختها كان في الفوتبول الفوتبول اللي تي ان بو معناتها جيني وماهوش يعجب اللي وصلنا دانيفو انترناسيونال دون تو لي سبور سوف فوتبول. شكون السيد؟ هي ساسي غراس رؤوف النجار. إيه المسؤول اللي تحكي عليه؟ ها؟ المسؤول اللي قلت عليه شكون؟ تي كان معناتها وقتها والله نحبوا ياسر انا معناتها نقدروا ياسر. اي مش مشكلة اما ذول يعمل غلطة معناتها الفقر اي مش مشكلة غلطة معتها. كبيرة ياسر معناتها نقول لك بصراحة اللي هو؟ هو معناتها ال بسيكولوج نسيت اسمه غاب عليك؟ لا والله مش غاب عليا ما عاد من حمله بيه خاطر معناتها ان ميريت با باسكو سيت اون بيرسون معناتها كي تري تري معناتها سيت اون بيرسون انا في نظري انا في نظري انا لو سول بروبليم كي لا في دون دون السبور سيتي فك الماتش هذاك اللي عملها السيد هذا اللي هو تي فك علينا خليك.